إيه سكوت الدراري أفسدة. السلام عليكم الشيخ حميد، راه فعلا يتوب عليك ودي رشيد. لابد شوية ديال الغوات اللي ليها ليها والدنيا ما تيقش فيها، اتيقش في الدنيا، الدنيا هي هادي. والراجل غير البارح جا عندي واكلينا شربنا ضحكنا نعسنا، جا نعس مسكين فرشت ليه، هو نعس مول الأمانة دا أمانته حتى الصباح عادي يغسل وجهه وفاق ومشى بحاله. بغيتيه يموت كوما تغنجي انا هنا وانا غاص بنادم يفهم ما تضحكش شويه وما دايم الله. وواحد الخطره كنشوف انا لحق كل شيء بالعقل كل شيء بالشويه، وكان شوف بغيت ندير شي سكيتش ما لقيتش علاش نديرو، بقيت كنشوف شي شويه درتو على راسي انا وانا ندوي مع رجلي ورجلي دوا معايا، رجلي دوا معايا. قال لي قلت باش كتهزوني؟ قال لك ايه. تو الا كندروش قال كنطرعو، تو الا كان شي حدوره قال كنجريو. دنيا هانيه قال لك رجالينا وماشي سوقك انت. ادوا معايا رجلي وانا ندوي مع كرشي، تا كرشي عييت من عمرك بالدجاج وعييت من عمرك بالبنان وكتقول بني كتخواتاني ربي اللي كيعبر عليك كيعمرك بالتراب وكترصى. وانا ندوي مع يدي، تا يدي دوا معايا. ثم يدي قالوا لي نعم تو كتاكلوني؟ قال لك ايه. وفعلا الا كان شي طعم كتصيفط على الخدامه يبقى الباترون، ولا تحرقوا الخدامه جوا عند الباترون يدوزوا لهم على الراس شي بس ما كاين. رجعوا ارجعوا تاني عايد انت هذه رايح للناس قالت سمقا داني دوز باترون يا سيد انا فقر رجع لنا. وإلا كانت بارده كتدخل كانت سخونه ربي يعطيك هذا كيلعب مع الماتش عادي كتهبط. وانا ندوي مع راسي هاد الراس دويت معاه ودوا معايا هذا قلت راسي قال لك نعم. قال قلت فيك الودنين؟ قال لك كاينين. تو فيك العينين؟ قال لك ايه. وفعلا شوف هاد العين اللي عطاك ربي دار لي الحجبان. علاش هاد الحجبان؟ اموري دي يسولني حجباني ما تظهر لي طمي دي داخبو كادو، ولكن الحجبان كيصوبوها لا تعدل يا ربي تمي وين ما خلي لنا تمي وينها شفار ما خلي لنا باش الا جات شي دبانه تدخل سد الريدو ممنوع كدوز بحال. ولكن في الاخر القضية حماضت، في الاخر لقيت هاد الداد ديالي كاملة، لقيت رجلين هما طنجة، ولقيت هاد الراس هو الكويرة، ولقيت هاد الكرش هي الحكومة، ولقيت هاد اليدين هما الشعب، الشعب كيخدم والحكومة كتصرت. لا رجال ولا وباش كيقضيو علينا حنا دابا؟ وكدوي مع شي واحد كيقولك حنا خوت، احنا خوت فين حنا خوتو؟ حنا خوت فين حنا خوت؟ مشيت دار بيضا نعست على ظهري ما شتش الراس ديال البطيمة. شوف الراجل اش عنده، واحد عنده 70 طاج، واحد ساكن في الركة ديال القصدير، قالك حنا خوت، واحد كضرب الشتا ما يشوفها طال الصباح، وناعس فوق الناموسية كدير 18 مليون ومغطي بالملايكة كدير مليون دفران، واحد ناس فوق الحصيرة كدير 3 دراهم ومغطي بواحد الكاشة كدير 6 دراهم فيها تقبة مقابلة مع عين لوح النيشان. كيصبح الراجل مشرشي بحال الباتري وقالك حنا خوت، قالك حنا خوتس. واحد ساكن في البطيخ في الدار كتشعل ضرب الشتا ما يشوفها طال الصباح، واحد ساكن في البركه ديال القصدير ملي تبدا الشتا قطره هنا قطره هنا قطره هنا قطره هنا وتسمع داك القطره ماشي بحال بحال في الصوت، هادي دلال البراد، ديك دلال الباريو، هادي دلال واحد القصديره، هادي دلال البراد، هادي دلال السطل، او تسمع السطل البراد ما مقاديش تاو تكنا كما كتاو الماسك ديال بومر اللي تصبح الحال. او قالك حنا خوت، قالك حنا خوتس. واحد كيتنعس في الدار الصباح كيتكسل
يمشي للدوش النقاصة كيسخن ما واحد شامبان مشلي شامبان مشلي ب7000 ريال وإلا شميتيه طيح فوق البغل. واحد مسكين ساكن في البراكة ديال القصدير كيبغي يعوم يشري داك القربة ديال 10 ريال أري تام ساري صغيو أبو عزة وريد يرغوز على 10 ريال كدير شي رغوة. واحد ناس في الدار كتشعل والدار شتى ما يشوفها تصبح الدار كتشعل بخير. واحد ساكن في البراك هاي مسكين هذاك كي حاضين قصا يسخن الماء يتوضا واحد الفوطة فاش كيتلوى تلوي فيها 15 واحد. واحد مسكين ناس في البراك الصباح بغى يعوم مشى للساقية امان قرفني هيدا بتيد بسم الله بسم الرحمن همان وامان وفاض ما قرفنا هذاني كارف في الدواسن لا تقذن او قالك حنا خوت. واحد كيبغي يتغدى حط ليك الطبلة بالروايد العصيرات على الوان والنص ديال الحولي كيتفردن فوق التبصيل كياكل عشوية يهزو كل شيء يضطروا ديال الزبل. واحد مسكين ساكن في البراكة بغى يتعشى ويكرشان ضغط رغوش تغماز وكلات نص خشة ديال الفاخر ما طابتش اللي تسول سميت نجواشون يوكم زصر مسيا يوكم زصر مزيورين يوكرين زغيوض إفران يوكيوض مسيدي عديور ذاي بيوصر أتاي بيوصر ميوثي عيش غرز عداس لفين ديني موث يسوق جحد نشحنا خوت. وهنا يفهم بنادم شي شويه ما دايم الله والله ان الله ملك الحمد نحمد سي ربي تيوث مني مزيغا دايما تمازيغ تمازيغ تبا تمطوطي مزيغا بخير او دمشت مقورتي ناش الله ملك الحمد كبرنا على طاعة الله ورسولي رحنا كبرنا انا عندي 70 عام والله الا 70 عام كاملة والله يجعل البركة اخلي البنات اللي طلعوا تاني يدوزوا حقهم ما يدمستا تمازيغ اش تعرف سديتو سير ويلي والله لا تقولبت وحق ربي لا السحوريه وراه ما يتشيخ وراه يتشلحف اذن كلها صر الخلان تاع داوين لا انت معقبين مي انا مشيت حل غير غاصغر ربي غير غاصغر ربي كنت ظل هو يا عاود منهم مشي يا كرشي امه ويجي كانوا كيعيطوا عليا ملكه الجمال ولاو كيعيطوا عليا ملكه الزبال. شوفوا شي كيقول ارتغيو هذا فشان عصريين السروال طويل مالك خالتي الناس بنتي راك كنت زوينه وكنت كنشعل وما نعرفاش كلي تشوفي وجهك ولا شحال عندك في العمر الناس عندي 80 عام يا الناس نديوك فين تصاوب وجهك الناس يوديوني ما غرتي وين اجميل اجميل لا تزير الزار اكسوم لا يتاجي زير يا ما تزير راسي تايو خنشوش زير راس زير اللي يزيرو خنشوش نسنتاينا واني لا غرشان خبوت لا توعد الضبيب الناس اودي درت جميل واني ذا خبوتي تخور سيخ ما تنتاز الناس بقاو كيزيرو لي كلمت هاجي تشعبوط غير ذا تبارك الله عليكم نخليكم مع الفنان حسن الشواف حسن الفنان الكبير.